نرحب بكم في ندوة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي ينظمها التيار الوطني الديمقراطي ممثلا بأعمدته الثلاث: التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الديمقراطي وعد، والمنبر التقدمي. وتقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية اعتبارا من الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعت جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة على الصعيد الوطني، استنادا إلى الحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع. وهذا الإعلان جاء على خلفية إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية تحت شعار من أجل عولمة عادلة، والذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 97 جنيف في 10 يونيو 2008. وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع وتوفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع. وبالتأكيد أن التيار الوطني الديمقراطي يضع قضية العدالة الاجتماعية على سلم أهدافه، وناضل ويناضل من أجل تحقيقها ليسود السلام والأمن في المجتمع. نستضيف في هذه الندوة المحامي سامي سيادي، عضو اللجنة المركزية ورئيس المكتب القانوني بجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، والذي سيحدثنا عن العدالة الاجتماعية ومتطلباتها، والأستاذ جليل حبيل، عضو التجمع القومي الديمقراطي، وسيحدثنا عن العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي، والمحامي فيصل خليفة، عضو المكتب السياسي بالمنبر التقدمي، وسيحدثنا عن سياسات ومتطلبات العدالة الاجتماعية. نبدأ هذه الندوة مع الأستاذ سامي سيادي، فليتفضل. مساء الخير. في البداية أتوجه بالشكر لوقف المنبر على هذه الاستضافة، ويعني أبدأ ورقتي تحت عنوان العدالة الاجتماعية والمتطلبات. في البداية لا شك أن يعني من الواجب تعريف العدالة الاجتماعية. تشكل العدالة الاجتماعية عنوان واسع للنضال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مختلف المجتمعات، ويسخر لتحقيقها برامج وخطط باعتبارها ركيزة النظام السياسي العادل وأساس الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي والدافع الأكبر لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة التي يعتبر الإنسان وسيلتها وقايتها في آن واحد. وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، تسمى أحيانا العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحي بدلا من حصارها في عدالة القانون فقط. تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع، وتتمثل العدالة الاجتماعية في النفعية الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل الوطني على الفئات المجتمعية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، مما يخلق ويؤسس إلى تنمية إنسانية مستدامة وتشكل حقوق الإنسان والمساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية. وأيضا يستخدم بعض العدالة الاجتماعية لوصف التحرك الدولي كما في تعريف مدير الندوة باتجاه تطبيق العدالة الاجتماعية في العالم، وتشكل حقوق الإنسان والمساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية، ولا
الحريات الأساسية تتمثل في حرية الفكر، حرية التعبير والصحافة، حرية التجمع، حرية العمل المشترك، وحرية التنقل، وحرية اختيار الوظيفة. والعدالة الاجتماعية متفرعة من مفهوم العدل كأساس لغوي، وتفرعت عنه منه أنواع عديدة من العدالة، مثل العدالة المساواتية التي تعني تساوي البشر عن طريق التخلي عن التمييز بين المجموعات البشرية القائمة على الجنس أو العرق أو العقيدة أو ما شابه ذلك. وهنا يصح القول كل البشر يلدون أحرارا ومتساوون حقوقهم الطبيعية. وأيضا العدالة السياسية التي تعني حق العمل السياسي الوطني، والعدالة القضائية أيضا المتعلقة بوضع القوانين المتوازنة التي تتناسب فيها العقوبة مع الجريمة، والحق في المحاكمات العادلة والعلنية. وكذلك عدالة المبادلة، وهنا يعني ذلك دفع التعويضات فيها عن العقوبة وأيضا عن الأضرار وتسويتها عمليا، والابتعاد عن مبدأ العين بالعين والسن بالسن، ليتحول الضرر حسب الإمكانية إلى قيمة معقولة وممكنة. وعدالة الحماية الاجتماعية كحماية المعاقين والأقليات، وتحقيق القدرة على العيش والتعايش مع المختلفين. بناء على هذا التعريف، ماذا عن البحرين؟ هل يتوافق الواقع والتعريف على متطلباته، وما هي المعالجات المطلوبة؟ نبدأ أولا بما قرره الدستور البحريني الصادر في 2002 بالنص بالمادة 4 من الباب الرابع تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع، على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. هذه الأساس يعني الدستوري يعني مبدأ العدالة الاجتماعية. طبعا هذا النص ليس مقتصرا بدستور البحرين، تقريبا جميع الدساتير يعني في العالم تضمن دساتيرها هذا النص، على اعتبار هو الأساس في يعني المجتمع. كما تم النص بالمادة 10 من الدستور في البند ألف على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية. وبتفكيك تلك المفردات نجد بأنه على الجانب النظري فإن الدستور قد حدد أهم مرتكزات العدالة الاجتماعية، وبإرسائها ضمن الجانب التطبيقي فإن ذلك سيوصل حتما إلى العدالة الاجتماعية. فهل يعني هناك أزمة في يعني بين الجانب النظري والتطبيقي؟ لم نعترف بوجود أزمة، وهي مشكلة حين الأزمة لأنها صارت في تصريح وزير العدل، بوجود أزمة فسوف لم نعمل على إيجاد الحلول. وفي الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يمكن إشاحة النظر أو قض الطرف عن تداعيات ما حدث خلال السنوات الست المنصرمة، فقد أجمعت جميع التقارير الدولية على وجود يعني اختراقات لحقوق الإنسان التي تكون الأساس للعدالة الاجتماعية. ويمكن أبرزها يعني تقرير توصيات بسيوني الذي صدر في 23 نوفمبر 2011، الذي أسس بأن هناك في انتهاك لحقوق الإنسان في البحرين. أيضا هناك في أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تشكل في مجموعها توابع تبطئ عملية التطور وصولا إلى العدالة الاجتماعية. ممكن أن يكون أبرزها المفارقات بين
بين ما جاء بميثاق العمل الوطني وما انتجه دستور 2002. وبالتالي احنا بحاجة ماسة بأن يعني نضع أيضا الدستور في مسألة التحليل والتعديل بحيث أن يتوافق الجانب النظري منه والتطبيقي. من الوضع الاقتصادي الذي دائما متأثر ومتغلب على اعتبار أنه دائما هو محصور في اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني. ثلاثة، قياد الشراكة في صنع القرار السياسي وأيضا الاقتصادي. هناك يعني هو كبير بصراحة بين صناع القرار والشراكة المجتمعية في صنع هذا القرار. أربعة، التمييز وما يشكلهم معضلة ممكن أن تقف في يعني تفت من عضد المجتمع. خمسة، الفساد المالي والإداري، واعتقد ذلك موثق عبر السنوات 12 الماضية بتقرير الرقابة المالية والإدارية. ونتذكر تقرير ممكن الأراضي في العام 2006. كل تلك القضايا المتشبهة تلك معوقات أساسية في الوصول إلى العدالة الاجتماعية. يعني ما هي الحلول وما هي أبواب الخروج من تلك يعني الأزمات أو وضع الحلول على الأقل للوصول إلى العدالة الاجتماعية؟ يعني المخرج من الأزمة هو أن الحل في الماضي والحاضر يمكن حرصت المعارضة السياسية أن تضع يعني كثير من الوثائق ممكن أن تؤدي إلى الوصول إلى حلول ناجعة في مسار العدالة الاجتماعية. أبرزها يعني أولا يعني تمسك المعارضة بالسلمية في حراك المجتمعي وإدانتها للعنف في كافة بياناتها وأدبياتها. أيضا إصدار يعني وثيقة المنامة باعتبارها خارطة الطريق. كل هذه ممكن تشكل أرضية لوضع الحلول. لا ننسى بأن يكون أيضا يعني ضمن هذا السياق الحوار كمبدأ أساسي بين يعني المكونات أيضا يعني للمجتمع سواء كان النظام أو المجتمع في مكوناته. يعني أخلص في هذه الورقة إلى ما لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل غياب القناعة التامة بالنهج الديمقراطي وإشاعة الحريات العامة ومقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس واللغة والدين والأثنية العرقية. ويأسس العدالة الاجتماعية من خلال وجود فصلا حقيقيا بين السلطات وعدم انقباض إحداها أو تدخل إحداها على الأخرى في وجود وذلك في وجود سلطة تشريع يتمتع بكامل صلاحيات التشريع والرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية التي ينبغي أن تتمتع بالإرادة الشعبية وبوجود قضاء مستقل ونزيه وتحقيق الأمن لجميع مكونات المجتمع. ولأن هذه المعطيات قائمة فقد غاب التوزيع العادل للثروة تولدت الأزمات المعيشية مثل أزمة الإسكان والبطالة والأجور ومحاولات التغيير الديمغرافي بهدف تفكيك مكونات المجتمع وضرب وحدة الداخلية وتهديد سلمه الأهلي. ولهذا جرى للأسف الشديد مضاعفة الصرف على القطاع الأمني والعسكري بدلا من زيادة الصرف على يعني الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وأيضا البنية التحتية. أقرب مثال هو المطار الجال البحرين. في ظل هذه المطارات تواجه البحرين استحقاقات كبرى تمثل اقتصاديا في دين عام مثلا وفي أيضا عصر هذه التغيرات التقنية والمعلوماتية لا يمكن الركون إلى الجمود الراهن في العملية السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي
والاستقرار المجتمعي، ولا بد مبادرات شجاعة من مصادر القرار بالشروع في العملية الديمقراطية التي تؤسس للعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الناس وتحترم حقوق الإنسان. وشكرا. شكرا للأستاذ سامي، فعلا قال لي قبل الندوة ربع ساعة وخلصها بالضبط على الوقت. ننتقل إلى الأستاذ جليل حبيل، تفضل. مساء الخير. شكرا جزيلا للأستاذ سامي على تحليله العميق لمفهوم العدالة الاجتماعية. وطبعا يعني لن نعيد اختراع العجلة، راح تسمعون يعني نفس الكلام بس ربما بكلمات أخرى، لأن المفهوم هو نفس المفهوم، والمعوقات معوقات العدالة الاجتماعية تقريبا هي نفسها. حضور الكرام، أولا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية التجمع القومي الديمقراطي إدارة وأعضاء، أتقدم بالتحية والتقدير لرفاقنا في جمعية المنبر التقدمي لهم عبء تنظيم واستضافة هذا المنتدى باسم التيار الوطني الديمقراطي، مسكونين بأمل استمرار هذه الفعاليات المشتركة لما لها من عظيم الأثر في التمكين لهذا التيار الوطني العابر للطوائف على ساحة النضال الوطني. الحضور الكرام، اتفق أغلب الباحثين على أن للحكم الرشيد بضعة أركان أساس، ومن أهم هذه الأركان الحرية والمساواة والعدل. وها نحن اليوم نستذكر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو يوم أممي أقر المجتمع الدولي الاحتفال به في 20 فبراير من كل عام. ولا شك أن احتفال البشرية بهذا اليوم هو رسالة لتذكير النظام الدولي بركن أساس من أركان الحكم الرشيد، إن مفهوم العدالة الاجتماعية كما تطرق إليه الأستاذ سامي يعني أن تتبنى الأمة منظومة من السياسات والإجراءات التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، وأن من شأن تطبيق هذه المنظومة في المجتمع أن تتحقق العدالة والمساواة بين الناس، وتتحقق لهم الحياة الكريمة العادلة البعيدة عن مشاعر الإحساس بالظلم أو القهر نتيجة سلب الحقوق أو الاستئثار بالثروات أو احتكار أي منها لطبقة من المجتمع دون أخرى. وبعيدا عن الخوض في النظريات التي عرضت لهذا الموضوع وبعدها التاريخي والفلسفي، يمكننا تحديد أهم ركائز العدالة الاجتماعية فيما يلي: المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، التوزيع العادل للناتج القومي، الضمان الاجتماعي، كما العدالة بين الأجيال. وسنتناول بعض أهم هذه الركائز في مقاربة متواضعة لواقعنا في البحرين اختصارا للوقت. أولا، المساواة وتكافؤ الفرص. يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر زاوية في مفهوم العدالة الاجتماعية، بل كثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف لصيق للمساواة. والأمر المهم هو أن تكون الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها من جوانب حياتهم مقبولة اجتماعيا، بمعنى أنها تتحدد وفق معايير وإجراءات تضمن لجميع الناس حقوقهم بعيدا عن الاستغلال والظلم والظلم أو المحاباة. وهنا أشار الأستاذ سامي يعني مشكورا إلى معوقات العدالة الاجتماعية وعدم وجود التشريعات التي تكفل يعني تحقيق هذه العدالة، منها يعني وقد يعني في السنين الماضية تقريبا يعني عوضت بعض المبادرات يعني على في مجلس النواب فيما يعني يتعلق مكافحة الفساد الإداري والمالي
مكافحة التمييز، القضاء الإداري، ولكن طبعا كانت هناك مقاومة شديدة من جانب الحكم أو لتحقيق مثل هذه المؤسسات. ويشير مبدأ المساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كإنسان يتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والمدنية والسياسية من ناحية أخرى، على نحو ما هو مرسوم في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية. ناحية أخرى على نحو ما هو مرسوم في الإعلام لحقوق الإنسان. ونحن في البحرين حينما نتوقف أمام مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، فلأننا نعاني من خلل كبير في تطبيقها. فلو أخذنا مثال على ذلك من منظور اقتصادي محض، فإننا نلاحظ أن نسبة البحرينيين مما تقوى رواتبهم عن 300 دينار تبلغ 35% من مجموع العمالة الوطنية، بينما سترتفع النسبة إلى 60% بالنسبة للبحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 450 دينار لحين منتصف عام 2016 بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل. كما ينطبق هذا على 51% من نسبة المتقاعدين من أصحاب المعاشات، حيث تقل رواتبهم عن 400 دينار في القطاع الخاص و 32% في القطاع العام، بينما تبلغ نسبة ما تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1000 في القطاعين 22% بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. إذن فهناك نسبة تكبر وتتسع من الموظفين ذوي الرواتب المتدنية، بينما تصغر قاعدة ذوي الرواتب العالية، وهو وضع لا تتساوى فيه كفة الميزان. ونحن قرأنا بالأمس أو في الأيام الماضية تصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك حوالي 45,000 عائل بحريني تقل رواتبهم عن 300 دينار، وهذا الموضوع خطير. لماذا؟ لأن لو أخذنا متوسط الأسرة البحرينية خمسة أفراد للأسرة في ضرب 45,000 راح ينتج عندنا رقم مهول من عدم العدالة. أما بالنسبة لتكافؤ الفرص، فالبحرين تعاني من التمييز في التعيين، فشروط التعيين في الوظائف القيادية لا تنطبق على كثير من شرائح المجتمع، بالإضافة لحرمان هذه الشرائح من العمل في الوظائف ذات الطابع الأمني. وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن بآلة المساعدات الشهرية للعوائل المحتاجة وهزال الأنظمة الاجتماعية الحمائية كما النمو المضطرد في أعداد المحتاجين والذي نهز 90,000 فرد مثال فاقع على اتساع رقعة الخلل في مبدأ توزيع الثروة الذي هو من دماغ أساس في مفهوم العدالة الاجتماعية. اثنين، التوزيع العادل للناتج المحلي. تعني العدالة الاجتماعية فيما تعنيه التوزيع العادل للموارد من خلال نظام أجور عادل ودعم ومساندة للخدمات العامة، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية، ويتحقق ذلك من خلال عدد من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها إصلاح هيكل الأجور وفرض نظام ضرائب عادل ودعم سلعي ذكي، كما دعم الخدمات العامة، وهو إنفاق عام موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيسة من الطبقة الوسطى لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم بشكل يحفظ كرامتهم، وتوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقراً والعاطلين عن العمل، وتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص عمل كريمة لهم. وإذا كنا قد تطرقنا في المحور الأول لهيكل الأجور، فمن المعلوم أن الحكومة ما فتحت تروج لحكمة عدم وجود نظام ضرائبي في البحرين، بحجة أن غياب وجود مثل هذا النظام هو من يشجع ويستقطب الرسامين الأجنبية لتستثمر في البلد، إلا أنه لو طبق هذا النظام بحسب المعايير العالمية التي تشترط فيما تشترطه التدرج في الاقتطاع الضريبي بحسب الدخل، لفلت أغلب البحرينيين من هذا النظام لدونية
وقلة رواتبهم، ولكن هذا النظام أكثر رحمة من الرسوم المرهقة التي فرضت تحت مسميات مختلفة حيث تساوى فيها الغني مع الفقير من المواطنين، وينطبق المقياس نفسه على الدعم الحكومي السلعي، أي دعم السلعة وليس الفرد، حيث لاحظنا أن الدعم السلعي بكافة أشكاله قد استفاد منه الجميع بالتساوي، الغني والفقير. وعندما تم رفع هذا الدعم تم رفعه بنفس التساوي دون تمييز بين غني وفقير، على حين تتفق كافة النظريات والتجارب العالمية على أن الدعم يجب أن يوجه لذوي الدخل المحدود وأن يحافظ على هذا الدعم في كافة الأوقات. والمحور الأخير المتعلق بتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة، وهنا لا نعني فقط توفير فرص عمل تكون مجزية من حيث الراتب، بل يجب أن تكون هذه الفرص ملبية لطموحات الشباب المتخرج وتلائم وتتواءم مع تخصصاته لكي يبدع في مهنيته وتطوير قدراته الوظيفية. ولكن ما نلاحظه أن تدني الرواتب في البحرين ليس المعوق الوحيد، بل عدم توفر فرص العمل الملائمة للخريجين الجامعيين بسبب استيلاء العمالة الأجنبية على أغلبها. ووفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن 16% فقط من فرص العمل المعروضة لديها تلائم الخريجين الجامعيين، بينما المتقدمين للوظائف من الجامعيين البالغ عددهم 6500 جامعي يمثلون ثلثين المتقدمين للوظائف. وهكذا فإن الشباب البحريني الذي يقبل بوظيفة لا تتلائم مع مؤهلاته ولا طموحاته يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، علاوة على ما خسره من سنوات طويلة قضاها في التحصيل العلمي. كما إن هذا يربي نسبة البطالة في البحرين، والتي هي بحسب تقرير دافوس قد بلغت 7.4%، على حين ترى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن النسبة لا تتجاوز 4.3%، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية العام 2016 8485 عاطلا بحسب الرقم الرسمي. أما من حيث نهب وتهجير فرص العمل في القطاع الخاص والعام، فإن نحو 85% من هذه الفرص تذهب للعمالة الأجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها، و 15% فقط من هذه الفرص تذهب للبحرينيين. ثالثا العدالة بين الأجيال، وهو الركيزة الثالثة والأخيرة التي نريد التطرق لها هنا. كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبية ونهب وسرقة أملاك الدولة، وهي ظاهرة تلحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطني وبالعدالة الاجتماعية وبالأجيال القادمة؟ وكيف ستتحقق العدالة بين الأجيال ونحن نرى الدين العام وقد ارتفع إلى 8.68 مليار دينار، أي ما نسبته 72 من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 بحسب الرقم الرسمي، وهي نسبة في نمو متصاعد تهدد بإفلاس الخزينة وإغراق البلاد في مستقع الديون، ولترث الأجيال القادمة تركة ثقيلة ليس لها ذنب فيها. وكيف ستتحقق العدالة بين الأجيال ونحن نرى الخلل الديمغرافي الخطير المستفحل، إذ ناهزت نسبة الأجانب إلى عدد المواطنين نحو 60%، ما يجعله خطر داهم على الهوية الوطنية وعبء ثقيل وخطير على موارد الخزينة وبنى الدولة التحتية وعلى حساب المواطن ورفاهيته. وأخيرا، كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال ونحن نرى ظاهرة التجنيس الخطيرة، حيث تشير دراسة حول الديموغرافيا والهجرة وسوق العمل في البحرين إلى نمو سكاني غير طبيعي بعد العام 2001، فقد احتسبت الدراسة زيادة غير الطبيعية في عدد السكان منذ العام 2000 ولغاية 2013، ما نسبته 70,000 إلى 96,000 مجنس. الحضور الكرام، إننا إذ نحيي أمسية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فإننا لابد أن نعي أن العدالة الاجتماعية علاوة على كونها شرعة إسلامية وإنسانية أصيلة، فقد نصت عليها أيضا مواد دستور مملكة البحرين، كما أشار
زميلي الأستاذ سامي، كما نص عليها البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الحكم مع الغالبية من أهل البحرين، وعليه فإن العمل على تحقيق وترجمة هذا الهدف إلى واقع محس هو حق أصيل للمواطن، وعلى الحكومة واجب الالتزام بما ألزمت نفسها به. والسلام عليكم. شكرا جزيلا للأستاذ جليل. مع آخر ورقة مع الأستاذ فيصل خليفة عن سياسات ومتطلبات العدالة الاجتماعية، فليتفضل. شكرا. مساء الخير أضيف الكرام ورفيقات الرفاق. أسميت ورقتي سياسات ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وأرجو أن يتكامل محتواها مع ما تفضل به زميلي اللذان سبقاني في الحديث. في السنوات الأخيرة اتسع الحراك والسخط الجماهيري على مستوى العالم للتعبير عن سخطها من الأوضاع السائدة في بلدانها بشأن عدم المساواة والفساد والقمع وانعدام فرص العمل اللائق، مما استدعى إلى تنبه الأمم المتحدة إلى هذه المطالب المتصاعدة من خلال الإقرار في دورته 63 من العام 2008 عن يوم عالمي للاحتفاء بالعدالة الاجتماعية، وللتذكير الدول وهي بسبب وقف سياساتها أن تحرص على أن تكون مخرجاتها تصب في صالح الغالبية العظمى من المواطنين وتقلص الهوة في التفاوت ما بين الطبقات من خلال إعادة توزيع الثروة وتمكين الطبقات الدنيا اقتصاديا بما يمكنها من تحويل قوتها الاجتماعية إلى قوة سياسية تمكنها من تحويل مطالبها إلى مكاسب واقعية وشرعية. ولكن هذا الكلام لا يزال على المستوى النظري، فلا يزال مفهوم العدالة الاجتماعية ومضمونه محل جدل وغير متفق عليه، فليس هناك مفهوم واحد لدى الجميع عما تعنيه العدالة الاجتماعية، بل قد تجد مفاهيم متعارضة أو متضاربة، ولا زال الجدل محتدما حول مضمونها وحول أفضل السبل إلى تحقيقها. فمفهوم العدالة الاجتماعية هو مفهوما مجرد، وهو لا يزال أقرب إلى المبادئ العامة منه إلى تطبيقات وبرامج فعلية، كما أنه لا يزال في مرحلة التبلور ويخضع لتغيير مستمر، لأنه ثمرة لنظام قيمي وثقافي متغير. إلا أن هذا لا يقلل من الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة من تسميتها يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، كاعترافا منها بأنها قضية أصبحت ملحة في الساحة الدولية، ومن أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمعات، وأنه يجب على الدول والحكومات التفات إليها وأخذها في الحسبان عند وضع سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومنذ ذلك الوقت لم تعد العدالة الاجتماعية القيمة الغائبة، بل هي أصبحت وبفضل نضال الشعوب حاضرة على جدول أعمال الأمم المتحدة وفي نقاشات منظماتها وعلى جدول أعمال نشطاء ومناضلي حقوق الإنسان، وسوف تغنى من الآن وصاعدا باستمرار بتطبيقات سوف تساهم في نقل العدالة الاجتماعية من المفهوم المجرد إلى مفهوم أكثر تحديدا وأغنى مضمونا، وتنقله من مجال المبادئ العامة إلى مجال السياسات والإجراءات والبرامج الواقعية والفعلية. وفي الوقت الحاضر هناك توافق مع
من قبل مجموعة واسعة من الباحثين على مستوى البحوث الأكاديمية والمؤلفات العلمية حول عناصر وأهداف عامة لمفهوم العدالة الاجتماعية. منها أن الهدف من تطبيق العدالة الاجتماعية هو إعادة الاستراتيجيات الأنمائية والممارسات التجارية من أجل مستقبل أكثر استدامة وإنصافا، ومن أجل توزيع ثمار التنمية بشكل أفضل، ومن أجل صون الكرامة وحفظ الاستقرار وإتاحة الفرص للجميع. وينظر في هذه المؤلفات إلى العدالة الاجتماعية على أنها أساسا للمجتمعات السلمية ولتحقيق النمو الاقتصادي المنصف واندماج اجتماعي، وأن غيابها يؤدي إلى حدوث الاضطرابات، بل أصبح ينظر إلى شرعية نظام الحكم على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ولذلك يتم التأكيد على الحاجة إلى توافق اجتماعي قوي في صنع السياسات، وعلى احترام مضمون الحقوق الأساسية في العمل والتعليم والتدريب والصحة وخفض أوجه عدم المساواة. وتجمع هذه البحوث على عدد من العناصر التي يجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأبرزها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والأعباء والضمان الاجتماعي وتوفير السلع العامة والعدالة بين الأجيال. وينظر إلى المساواة وتكافؤ الفرص كحجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، وتتحقق من خلال تحقق ثلاثة شروط: أولا، عدم التمييز بين المواطنين، وإزالة ما يؤدي إليه من عوامل وما يترتب عليه من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من الحقوق، وثانيا، توفير الفرص، فلا معنى للحديث عن تكافؤ الفرص في العمل إذا كانت البطالة شائعة، وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع سياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل، وثالثا، تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة. وهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة في إتاحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات. ومع ذلك، فإن ضمان هذه العناصر ينظر إليه بأنه غير كاف لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمن الضروري تدخل الدولة بسياسات إعادة التوزيع لتقريب الفروق في الدخل والثروة بين الطبقات، حتى لا تؤدي هذه الفروق للإطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص. ويتم الحد من الفروقات الطبقية من خلال إصلاح هيكل الأجور والدخول، إصلاحا يعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعمال، وأيضا من خلال فرض نظام للضرائب متعدد الشرائح يعيد توزيع الدخول ويتخذ منحى تصاعديا يتناسب مع الدخل المكلف، ويستند إلى فلسفة ضريبية تفيد بأن الأعلى دخلا يكون أكثر استفادة من الإنفاق العام على البنية الأساسية وعلى الخدمات العامة الأساسية، مما يستوجب عليه أن يسهم بمعدلات أعلى في الحصيلة الضريبية التي يتم من خلالها الإنفاق العام. ولذلك يرى المختصون بأن استقالة الدولة من وظيفتها الاجتماعية وتخليها لصالح آليات السوق عن تنظيم توزيع الموارد قد جعل كثيرا من السكان زائدين عن حاجة التراكم الرأسمالي، وتسبب في اتساع دائرة البطالة والفقر وخروج الطبقة الدنيا من دائرة التمكين الفعلي والمشاركة السياسية الفعلية، وهو ما تمثل في عدم قدرتهم على تحويل قوتهم الاجتماعية إلى قوة سياسية قادرة على تحويل مطالب السياسية إلى حقوق شرعية. وإذا أخذنا مصر كمثالا على غياب العدالة الاجتماعية، نشير إلى ما جاء في تقرير وزارة التعاون الدولي عن الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، فقد شهدت مصر خلال الفترة من 2005 إلى 2010 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي الضعف،
من 643 مليار جنيه إلى 1206 مليار جنيه، بينما ارتفعت في الوقت نفسه معدلات الفقر من 19.6% إلى 25.6%، وهو ما يشير إلى تركز كبير للمكاسب الاقتصادية على المستوى الكلي لم ينعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين. وهنا تكمن أزمة العدالة الاجتماعية بشكل عام لتشييل لا تركز كبير المكاسب الاقتصادية في أيدي فئة من المرتبطين بالسلطة. من هنا يستنتج بأنه لا توجد علاقة تلقائية بين تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وبين تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى إرادة سياسية، ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية إلا من خلال سياسات وتطبيقات تلتزم بها الدولة وتعكس توجها لها. وهذا ما أثبتته تجارب الدول النامية بعد الاستقلال من خلال اعتماد سياستين مختلفتين، وعكسه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2006، والذي حمل عنوان الإنصاف والتنمية. فقد حققت الدول النامية في الفترة ما بعد الاستقلال خلال الأعوام من 1960 إلى 1973 معدلات نمو مرتفعة نسبيا في ظل اعتمادها نهج التخطيط لإدارة اقتصادياتها. صاغت من خلاله سياسات تنموية توزيعية فيما يتعلق بنشر التعليم وتوفير العناية الصحية وتوفير الغداء بأسعار في متناول مختلف شرائح المجتمع، ودعم المنتجين في مختلف القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل المنتج. ولقد وصفت هذه السياسة التوزيعية التي اتبعتها الدول النامية بعيد استقلالها بأنها كانت سياسات رديئة، وفرض عليها خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي برامج الإصلاح الهيكلي التي كان الهدف المحوري منها إعادة هيكلية اقتصاديات هذه الدول لتحقق معدلات نمو مرتفعة بالاعتماد على آلية السوق في تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة عوضا عن نهج التخطيط ودور الدولة في مثل هذا التخصيص. وكانت هذه السياسات التنموية قد ركزت على تحقيق التوازنات المالية والنقدية على مستوى الاقتصاد بغض النظر عما يحدث على مستوى الأسر والأفراد، خصوصا فيما يتعلق بحالة الرفاه، تبعا للتعريف العريض لمفهوم التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر. وقد عاد البنك الدولي بعد فشل برامج الإصلاح الهيكلي بعد عقدين ونصف من التطبيق المتعاقب، عاد لاستكشاف أهمية قضايا عدالة توزيع الدخل في عملية التنمية، حيث لاحظ التقرير بأن التكامل ما بين عدالة التوزيع والنمو الاقتصادي في الدول النامية ينشأ عن مجموعتين تتعلق الأولى بأن الموارد يمكن أن لا تتدفق إلى حيث يوجد أعلى عائد للاقتصاد مثل رأس المال البشري. من هنا تتدخل الدولة بسياسات لإعادة توزيع الموارد يكون من شأنها زيادة كفاءة الاقتصاد. أما المجموعة الثانية فهي أن ارتفاع مستويات عدم المساواة على الصعيد الاقتصادي والسياسي يؤدي إلى انحياز المؤسسات الاقتصادية والتراتبيات الاجتماعية منهجيا إلى مصالح من لهم نفوذ أكبر من غيرهم، ويتكرر مثل هذا الانحياز مع مرور الوقت وعبر الأجيال في ظاهرة سماها التقرير شراك عدم المساواة، بمعنى حالات اجتماعية مستقرة من عدم المساواة كلما انفك المجتمع من أسارها عاد ليقع فيها مرة أخرى. ويجمع بعض الباحثين على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمر من خلال ثمانية مركزات أو ثمانية أبعاد، ويعتمد على مدى ما تقوم به الدولة من إجراءات في مواجهة هذه التحديات، وهي أولاً البعد الاقتصادي، أي مدى إشراك مواطني الدولة في العملية الإنتاجية والتنموية والاستفادة من مخرجاتها، وثانياً البعد الاجتماعي، أي كيفية التعامل مع مشاكل الفقر ووضع السياسات الاقتصادية التي تمكن الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، وثالثاً البعد البشري،
المدى الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. والبعد الرابع هو البعد المتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع، أي نموذج النظام الاقتصادي السائد وما يؤدي من تفاوت طبقي بين الأغنياء والفقراء. والبعد الخامس هو مدى التفاوت في توزيع الموارد المالية بين المناطق والأقاليم داخل تراب الدولة. والبعد السادس والبعد السياسي والمؤسسي، وهو الذي يتصل بمسائل الحريات والحقوق السياسية والمشاركة السياسية من خلال مؤسسات وطنية تسهم في صنع القرار الوطني. والبعد السابع البعد المتصل بالعدالة ما بين الأجيال، أي الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، ليس فقط في توزيع الموارد الطبيعية والصناعية وما إلى ذلك، ولكن أيضا في تحمل أعباء الدين العام. والبعد الثامن والأخير هو البعد المتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، أي مدى تكافؤ هذه العلاقات أو ميلها لصالح دولة على حساب دولة أخرى، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يستدعي التحرر من استغلال في الداخل وأيضا التحرر من استغلال الخارج، أي التبعية بمختلف أنواعها السياسية والاقتصادية. وبالنسبة للبلدان العربية، يرى الباحثين بأنه توجد لديها برامج مثل النظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وإتاحة الخدمات العامة مثل التعليم التي تلتزم الدولة بإتاحته مجانيا وإلزاميا في مرحلة التعليم الأساسي، أو الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين، أو السعي لتوفير فرص العمل، أو توفير برامج الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل. كما توفر بعض البلدان العربية الغنية أنماطا من الرفاه الاجتماعي لمواطنيها يفوق ما يوجده العديد من الدول المتقدمة في تلبية السلع والخدمات العامة، إذ يمد بعض الدول مجانية التعليم إلى كل مراحل التعليم، ويقدم بعضها إعانات مالية للدارسين، ويوفر بعضها نسب جيدة من الرعاية الصحية في الموازنات المالية للدولة، ويلتزم بعضها بتوفير المسكن الملائم، ويوفر معظمها برامج لدعم ذوي الإعاقات، وخصصت أحداها صندوقا للأجيال القادمة. ولكن خلف هذه الصورة البراقة، يرى المتابعين بأن في الواقع العربي تكمن العديد من الإجحافات الاجتماعية، ويستوي في ذلك البلدان الفقيرة والغنية. ولذلك فهم يقررون بأنه لم يكن مصادفة أن أحد أسباب الحراك الاجتماعي الذي شهده المنطقة هو غياب العدالة الاجتماعية، وأن يكون أهم مطالب الحراك الاجتماعي. ويرون بأن مبدأ عدم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الذي يمثل الحجر الأساس في العدالة الاجتماعية يعد بحق الفريضة الغائبة في البلدان العربية. ويرجعون أسباب ذلك إلى أشكال من التمييز النمطية ضد المرأة التي تشكل نصف المجتمع العربي. فرغم التقدم التي أحرزته البلدان العربية في مكافحة التمييز ضد المرأة، لا زال الواقع العربي يزخر بأنماط متعددة من التمييز ضد المرأة، بدءا من المشاركة في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار إلى المشاركة في الحياة الاقتصادية. كما يمتد التمييز في البلدان العربية إلى نمط التمييز على أساس الدين والمذهب والمعتقد، واشتدت حدة التمييز في بعض البلدان العربية التي يتسم تكوينها الاجتماعي بالتعددية الدينية والمذهبية، وأثرت على مفهوم المواطنة وأطلقت نزاعات من الاحتقان الاجتماعي وتهدد بإثارة نزاعات انفصالية. شكراً لإصغائكم. شكراً للأستاذ فيصل. قبل لا نأخذ المداخلات، عندي إعلان. ينظم المنبر التقدمي المنتدى الفكري السنوي الثالث بعنوان البنية الاجتماعية الطبقية في مجتمعات الخليج العربي، السمات والتحولات، وذلك يوم الجمعة 24 فبراير الجاري في تمام الساعة 9 صباحاً في قاعة المؤتمرات فندق كراون بلازا. ويقام على هامش المنتدى معرض التقدمي للكتب المستعملة السنوي الثاني، الذي يحوي كتبا منوعة في السياسة والاقتصاد والثقافة والأدب والتاريخ وغيرها من حقول المعرفة. وندعوكم جميعا للمشاركة والحضور.
نبدأ الآن في المداخلات والأسئلة، واللي يحب يعني يشارك أتمنى رفع الأيدي. نبدأ مع الأستاذ محمد عبد الرحمن. شكرا للأخ الرئيس، والشكر أيضا موصول للأخوة القانونيين يعني خلال التيار الوطني. الأوراق كانت وافية ومغطية كل مفاصل العدالة الاجتماعية، ولكن هاي الإعلان اللي أتى الآن واللي احتفل به سنويا لم يأتي اعتباطا، يعني له أساس منظور عالمي لأهمية العدالة الاجتماعية في المجتمع من أجل الاستقرار ومواصلة التنمية. لذلك هو أتت الإعلانات متواصلة من منظمة أيضا العمل الدولية، من إعلان فيلادلفيا 1944 أنه بيّن بأن الفقر في أي مكان يشكل خطر على الرفاه في كل مكان، وتتابعت يعني النظم الحمائية للمواطن في داخل المجتمع، إلى أن أتينا إلى منظمة التجارة العالمية وكان يراقب على النظم الاجتماعي في هذه المنظمة، إلا أن طبعا الرأس المال العالمي قادر على أن يبعد هذه الأمور إلى محافل أخرى، فنقل البعد الاجتماعي إلى منظمة العمل الدولي. كان يجب على كل الحكومات على أن تحترم هذه الأبعاد الاجتماعية من أجل إنصاف المواطن في داخل مجتمعها. للأسف الشديد، ونحن نقول الآن على الأقل على مملكة البحرين، الحكومة لم تحترم هذه المبادئ لا في بعدها السياسي ولا في بعدها الاقتصادي، لذلك انخلقت الأزمات. وأنا يعني أخ أبو عمار عندما قال إنه لا يراد فيه الأزمات، نحن نعيش أزمات الآن. الحراك حراك 14 فبراير أتى من خلال أزمات، أزمات ليست هي بالقصيرة المدى وإنما حتى من أجيالنا من بداية القرن الماضي، من ثورة القواصين نحن نعيش الأزمات، وعلى رأسها الأجور وعدم المشاركة في صدق القرار. إذا الآن يتوجب أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي، إصلاح اقتصادي حقيقي، إصلاح اجتماعي وأيضا حقوقي وثقافي، لأن الأزمات متفاقمة في البلد. هذه الآن الإصلاحات من أين تأتي؟ تأتي من خلال المناخ اللي كل الدول العالم رسخته، هي الديمقراطية مثل ما تفضلته، والحريات يعني الديمقراطية أصبحت ضرورة، واحترام حقوق الإنسان. لذلك أتت الشرعة الدولية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، ولكن أيضا بينتوا أن عدم احترام لا نصوص دستورية لنصت ولا أيضا المواثيق الدولية. لذلك يتوجب الآن على هذه المواثيق الدولية، يجب على أن تنص يكون نصوص داخلية في دستور الحرية. إذا يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي مشترك في داخل هذا البلد، هذا العقد يصبح ضرورة حتمية في النص النظري وفي التطبيق العملي. وللأسف الشديد هذا الجانب مفقود. أنا أساس لا أطيل في هذا الجانب، بس إذا سمح الرئيس في البعد على الأقل الاقتصادي اللي يوم أكدنا عليه وأكدت عليه منظمة العمل الدولي وحكومة البحرين، هي عضوة في هذه المنظمة وعضوة في الأمم المتحدة ويجب عليها الالتزام. يعني في البعد الاقتصادي هناك الأمم يقال أنه والله في أطراف إنتاج ثلاثة، الأطراف الإنتاج ثلاثة الآن ملزمة الحكومة، ونحن نقول الحكومة لأنها لها الدور الرئيسي في احترام هذه المواثيق، على أن تبرم عقد اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة. هذا العقد الاجتماعي يصبح ضرورة لانتشال المواطن من الفقر، مثل ما بينا الآن في تدني الأجور الموجودة وكثر، وأيضا رقعة البطالة أصبحت كبيرة. العقد الاجتماعي ينص على الحماية الاجتماعية، أين الحماية الاجتماعية؟ هناك عجز اكتواري الآن في وصف الدين العام ما يقارب 404 مليار، وهذه كارثة قد تؤدي إلى أفلاس. إذا غياب حماية اجتماعية حقيقية في صندوق التأمينات، وهناك أيضا رسم سياسة اقتصادية تتماشى مع الحرية الاقتصادية، حرية السوق بعيدة كل البعد عن الحماية الاجتماعية، وهناك أيضا عدم وجود الوظائف والعمل اللائق من خلال إدارة عمل حقيقية تستقطب الاستثمار الجيد. إذا غياب أيضا الاقتصاد الحقيقي والمنتج أبعد العمل اللائق والجيد. أنا أقول يعني أساس لا أطيل وأطيل، أنا أقول لن يكون هناك يعني التنمية المستدامة وإصلاح اقتصادي حقيقي يعني إلا من خلال الإصلاح السياسي، الإصلاح السياسي وليس الإصلاح الاقتصادي القاطرة التي ترتقي بالتنمية المستدامة. وشكرا. شكرا أستاذ محمد. مداخلة من يحب يتفضل. أستاذ محمد شكرا جزيلا. يعني
شكرا للمنتدين. يعني في الحقيقة المؤشرات العدالة الاجتماعية اللي تطرقتم إليها يعني بإسهاب وغطيتونها، يعني واحد في الحقيقة على أرض الواقع يعني يكاد لا يراها موجودة أساسا، يعني يمكن هذه السمة يعني الدول العربية يمكن بالدرجة الأولى، ويمكن الأستاذ فيصل أيضا في يعني نهاية الورقة أشار إلى أن غياب العدالة الاجتماعية يمكن كان هو المحرك الأساس إلى ثورات الربيع العربي، يعني من يعني البحرين مصر كذا. بس يلاحظ أيضا أن يعني هذا كان هو الدافع الأساس، صح في غياب الحريات السياسية وكذا، ولكن يعني المحرك الأساس كان هذا هو غياب العدالة الاجتماعية. أيضا هناك نقطة ما أدري يعني يمكن ما اتطرقت إليها، في ثقافة يعني سائدة ليس في كل الدول لكن في بعض الدول، أنه غياب ثقافة الحق، يعني لما نعتقد أنه يعني هذا الشيء يعطى كمكرمة معينة وليس كحق أصيل، فأعتقد هذا أيضا مشكلة ثقافية موجودة ويجب التصدي إليها. يعني أنا أحصل على هذا الشيء ليس كحق أصيل لي ولكن مكرمة يعني من طرف ما. شكرا. شكرا أستاذ محمد. في أحد يحب يدخل بعد أسئلة بعد ممكنة؟ أستاذ حسن تفضل. مساء الخير. مساء الخير جميعا. أنا بس حبيت أشير أذكر اللي تابع برنامج الميادين قبل ليلتين، كان أحد الضيوف الدكتور الكويتي أعتقد الوزير السابق المصفر كما أعتقد اسمه النصف عفوا، أشار بكل يعني ما أعرف من اللفظ اللي أذكره، بس هو قال إن رواتب البحرينيين يعتبرون أعلى الرواتب في دول الخليج، وهذا شيء غريب يعني. فأنا في مداخلة في إحدى القنوات طلبت من المذيعة أن تستضيف الوزير السابق للبحرين، وبالتأكيد عندما يركب الطيارة سوف يرى مضيفين بحرينيين، وعندما ينزل المطار سوف يرى موظفين أمن بحرينيين وهو لا يرى في دولته الكويت، أقصد عمال حقائب أو حاملي حقائب. وكذلك عندما يركب سيارة الإجرة سوف يرى هنا بحرينيون هم من يقودون هذه السيارات، وهذا لن يراه في بلدته كذلك. وإذا ذهب إلى الفندق لا أطلع عليكم سوف يرى عامل النظافة والسيكوريتي وعامل الغرف والكيتشنز والكيترينج وما شابه سوف يرى، وإذا ذهب السوق سوف يرى سماكين وهذا وهكذا. لا أعلم لماذا إخفاء هذه الحقيقة الواضحة هنا في البحرين في غياب العدالة الاجتماعية. يعني هنا في البحرين ترى أمام الإشارات بحرينيين يبيعون الورود، يبيعون خبز الرقاق، يبيعون كنار وماء. أين هي العدالة؟ أين هو العدل هنا في هذه المملكة الخليجية؟ ومن ثم موضوع الرواتب اللي أشار له الأستاذ، رواتب البحرينيين إذا كانت فعلاً وهو رقم حقيقي 345% 300 دينار، إذا حسبناها بحسبة بسيطة إذا دفع المواطن من 300 دينار 150 إيجار إلى شقته بقت له 150 دينار أخرى، ماذا سوف يفعل بها هنا ليعيش حياة كريمة هانئة كما وعد بها بداية العصر أو ما سمي بالعصر الإصلاحي؟ هناك حقائق كبيرة جدا هنا في بلدي البحرين يجب على المسؤولين أن ينظروا لها وأن يعلموا أنه بسببها خرج الحراك الشعبي السلمي في 2011. شكرا. شكرا أستاذ حسن. يعني أستاذ جليل يتكلم عن الرواتب، يعني ويتكلم بحث بسرعة على معدل أو نصيب الفرد في الناتج الإجمالي
في البحرين، فالرقم هو 22,600 دولار بالبحرين، يصير يعني 8,500 شهريا، 680 دينار. فعمليا حاولت أقارنها مع الأرقام اللي أعلنها الوزير، كم قال 45,000 أقل من 300 اللي في 452,000، هاي 100,000، ولكن هاي المقارنة بعد غير صحيحة. يعني يفترض يكون على أساس يكون الواحد في نصيب الفعل من الناتج المحلي الإجمالي، لازم يكون كل واحد في عائلته أو مدخوله مقسم على أفراد عائلته يساوي 680 دينار، وهذا يعني غير وارد في خلينا نقول 99% من يعني العاملين في البحرين. طبعا ما لا يمكن يعني وجوده اذا بنستثني التجار او كبار الموظفين رؤساء تنفيذيين الى اخره، هذا ممكن يتجاوزون. ولكن اذا نظرنا ان هذا هو المتوسط، فعمليا يعني المتوسط هنا الناس كلهم بعيدين جدا عن هذا المعدل، وهذا يراويك الفجوة الكبيرة والتمييز الفاقع اللي موجود. ناخذ مداخلة أخرى إذا أحد يتفضل. يبدو لي ما في بعد. أستاذ أحمد تفضل. مساء الخير جميعا. نشكر طبعا الضيوف الكرام، ضيوفنا الأستاذ سامي سيادي والأستاذ جليل، والشكر موصول إلى الأستاذ فيصل ومدير المنتدى. الحقيقة يعني إحنا العدالة الاجتماعية بالمرة ضائعة، وكما ضاعت الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية كل الحقوق في بلدنا الآن في تدهور مستمر. يعني لا مسؤولين، لا حكومة، ولا أحد يصغي لك، والحراك يعني التظاهر والاحتجاج والكتابة في الجرائد كلها ممنوعة، كل شيء ممنوع في ممنوع، كما لو أن إحنا الآن في ظل قانون أمن الدولة المقمور. إذن ما العمل؟ ماذا نعمل؟ يعني هذا الآن يعني المسؤولين إذا ما يستغلوا الوقت في حراك مثل يعني التجمع الوطني الديمقراطي، هو صمام الأمان، يعني ما يقدرون يقولون أن هذا التجمع أو هذه النخبة أو هاي الناس من السياسيين يشكلون خطر على النظام، إنما هم صمام أمان. إذا هم يعني ما يعني نوصفهم أي وصف، فعليهم أن يسمعوا هذا الاسم، هاي المناشدات، ويعني مطالبة الناس، وأن يعني يعملوا حوار مفيد وجاد للمجتمع البحريني للخروج من هاي الأزمة وكل الأزمات الباقية. شكرا لكم. شكرا أستاذ جليل نايمي، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا للمحاضرين. طبعا اللي حفزني هو مداخلة أستاذ يحيى الأخيرة. بالفعل ترى الإحصاءات أحيانا ممكن تعطي يعني صورة مشوهة عن الواقع، أو تعطي بالضبط صورة حقيقية عن تشوه الواقع أحيانا. بالنسبة لل يعني متوسط دخل الفرد أو معدل دخل الفرد يعني في المجتمع، التشوه في الحقبة اللي قبل الأزمة المالية عندنا بشكل فظيع. صحيح الأرقام اللي تقول إنه معدل دخل الفرد في البحرين عالي جدا قياسا بالمعدلات العالمية، هو صح من ناحية يعني كرقم وقسم، بس هذا يعكس تشوه الاقتصاد إنه
قطاع المال اللي لعب دور مهيمن في الاقتصاد، الأجور فيه كانت مبالغ فيها بشكل عالي جدا يعني، فانعكست على متوسط. ولذلك الفترة اللي كان فيها معدل الأجور في البحرين مرتفع جدا هو كان في ذي الفترة اللي قطاع المال يعني أخذ بوم فيها. بعد الأزمة الآن هذه الأرقام لو يعاد حسابها بتلاقي أرقام أخرى، لأن قطاع المال برد إلى حد بعيد، وأيضا كثير من اللي كانوا يعملون في ذا القطاع اتجهوا إلى قطاعات ثانية، فالصورة ممكن تعود إلى شكل أكثر طبيعي لو يجرى الآن إحصاء ثاني حقه. وشكرا. شكرا أستاذ جليل. ناخذ تعقيبات من السادة المتداخلين الرئيسيين وننهي الندوة. تفضل أستاذ سامي. شكرا. أنا أعتقد أن يعني في المداخلات ما يعني في تأكيد يعني على ضرورة أن نعمل يعني جميعا من أجل إرساء دعم العدالة الاجتماعية في البحرين في كل مساراته. طبعا الجانب السياسي اليوم هو الطاقي على الوضع، لأنه هو من يمكن يفتح أفق لحل الأزمات الأخرى سواء الأزمة الاقتصادية وأيضا الاجتماعية. لابد يعني نؤكد على الموضوع اللي يعني أبدأ في رأي الأخ أحمد منصور بأن يجب أن يكون هناك يعني فتح أفق لحوار جيد ذو مغزى يوصل إلى بر الأمان في هذه البلد. شكرا. شكرا أستاذ جليل. أستاذ فيصل. أعتقد يعني الموضوع كان يمكن أكاديمي أكثر من ما طرحناه يعني بالمفهوم الأسهل بطرح الأمثلة، ولا كان يعني النقاشات احتدمت أكثر فيه. في الختام يعني أنا واصل إلى حصيلة أن من في السلطة يعجبهم شعار العدالة الاجتماعية بشرط أن يبقى حبرا على ورق، وهو ما هو حاصل. ختاما أشكركم جميعا على حضوركم وتفاعلكم، وأشكر الأخوة المنتدين، وتصبحون على خير. شكرا جزيلا.